الحمد لله راه موحشين الدوش سبحان الله. دابا مع دوشو وبداو تيضربوا يعني تيفلفلوا نفس السجنه. السجنه تبارك الله ولات مبرده الحمد لله على كل حال. المهم انا هذه السجنه هذه اخوتي كيف كتشوفوا راني داخل ليها وكنحس براسي مرتاح، يعني مرتاح كنستنشق الهواء بشكل ممتاز، زائد ما كنحسش براسي مخنوق. هذا الشيء اللي كاين اخوتي والحمد لله. هي السجينه راه مشيت معها غير دقه دقه، كنت نصاوب هذا الشيء غير بوحدي والحمد لله. ما كنتش مسالي صراحه الخوت باش انني ندير لكم فيديو يعني كيفاش حيت السجنه كيفاش قديت وهادي، ولكن راه نوري لخوتي الطريقه يعني كيفاش دير الخشب وهادي. هانتوما غير بالكرافوز زائد الفكره. فهنا صوبت هذا الكادر، هذا هو غادي 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 في 2 متر و10 صوبته، يعني لصقت ليه دوك العباد، درت ليه الباب ديالو، درت بلاصه سبوتنيك، صافي سبوتنيك حتى الاخر عاد صوبت ليه هذيك اللعيبه. مازال ليا دابا ديك الطابيه اللي كاينه تما هنا، وان شاء الله يكون يعني الامور ميسره الحمد لله. انا غير دابا حاليا تيبانوا لي الحميمات، يعني الراحه كاينه، الراحه النفسيه ديالهم الحمد لله كاينه. فاحنا غادي نشوفوا دابا ما حدهم عايشين في السجنه، وغادي نشوفوا يعني الصحه ديالهم والمستوى ديالهم. بالنسبه لهاد الحميمات ان شاء الله راه غادي نقدر نحاول نعطيهم الدواء. المهم الدواء اللي غادي نبغي نعطي لهم راه غادي نشاركوا مع الخوت، ونتمنوا الخير لجميع الخوت. السلام عليكم خوتي الموالين، تحياتي لكم جميعا. المهم كنبغيو نشكروا جميع الخوت اللي كيخليو لنا تعاليق وكيتفاعلوا معنا وكيقولوا لنا والو دير لنا فيديو. ان شاء الله راه غادي نحاولوا نبدا نديروا فيديوهات، راه غير اخوكم دابا تيصور بالجو برو، فصعيب شويه انني يعني نبدا ندير فيديوهات كل نهار لحقاش صعيبه الجو برو في التيليشارجمون، هذه داكشي ثقيل. نتمنوا الخير لجميع الخوت. راه الحمد لله تم العزل ديال الزغالي ديالنا كما كتشوفوا. ممكن كنت باغي نجمع السطح، ولكن الا جمعت السطح عاد باش ندير لكم فيديو فغادي يكون يعني ظلام الحال. نتمنوا الخير لجميع الخوت. هادو بعد الحميمات اللي خلينا في هذه السجينه، هذاك الغرابي راه غادي يتذبح غير ما مازال ما وصلت ليه لقيته. ها هما الحميمات الاخرين الحمد لله، عندنا تقريبا هنا 13 ذكر وتقريبا وقيلا شي 5 الإناث هما اللي كاينين في السجنه. المهم نتمنوا الخير لجميع الخوت. هاد الحميمات راه الحمد لله بخير وعلى خير، كاين بعض الحميمات اللي دخلوا البداله وكاين بعض الحميمات اللي مازالين يعني مازال ما وصلتهم لقيته، واني قرابين تقريبا. نتمنوا الخير لجميع الخوت. زائد راه كانت تحلات لي اخوتي هاد السجينه هادي، وخرجوا لي الحميمات جاب الله، ما خرجوا لياش الحمام ديال اللي جاوني من كازا، ودوب الكانو والله العظيم اخوتي الا جيت لقيتوه هكا. دابا هذه كانت هذه صافي وقعت كطيح هكا، ويصدق هذا طايح، راه درت ليه السلك هنا. المهم ما عليناش، جيت لقيت الدوب الكانو هنا في هذه البلاصه هذه، صافي وانا نردو صليت الحمد لله لقيت ها هو الدوب الكانو، لقيت الوزغي، لقيت الحميمات كاملين اللي كانوا صيفطوا لي الاخوان الحمد لله. بعد ما وقع حتى مشكل، حمامه وحده اللي مشات ليا فهو الشريف الوزاني. الشريف الوزاني ها هو يلاه جا دابا، لحقاش الذكر هذا كان عندي في وزان وجبته معايا لهنا، ومشى ليا في واحد النهار تحلات السجنه بحال هذا الشكل هذا تحلات السجنه. ها هو كاين في هذه البلاصه، هذه كاين في هذه البلاصه، ما عليناش. المهم تحلات السجنه صدق واحد الاخ يعني جابوا للسوق يبيعوا لقيتو ديالي خلصوا ليه، قلت الله يرحم ليك الوالدين. مره اخرى عاوتاني هرب ليا هو يدير نفس الاشكال وجابوا لي الدري الله يرحم ليه الوالدين، وهذه المره هو مشى لينا عاوتاني الله يدير شي تاويل الخير وصافي. هذه راه بنته، ها هي مرجانه، هذه هي مرجانه اللي حاصله على تبارك الله اختصاصيه في 300 ل 400 يمين تانو، ترى تبارك الله حصلت على رتبه مزيانه العام الفايت، ارغانا وامسكرو جوج دبلومات متابعين. هذا العام تبارك الله يمين تانو وارغانا جوج دبلومات متابعين الحمد لله. الوزغيه ديالنا وماماتها زبيده، زبيده هي مامات مرجانه، زائد هذيك اللي من ديك جي ديك الدفليه هذيك راه الحفيده ديالها، هذه يعني الصبليونيه هي الام ديال زبيده. وهذا العام هذا راه زدينا يعني الشريف الوزاني مع الاسبانيه، راه خدينا منه مولدات نتمنوا فيهم الخير. وهنا راه كاينين هادو غير الاناث ديال البروديكسيون. هاد الانثى كنا ولعنا واحد الاخويا ترجع ليا، هادي تا هي كنت عطيتها لواحد الاخ وكان قال لي راه ماتوا ليا، وهادي وهي صدقات رجعات.
هانتوما الحمام الجزاجي اللي تيرجع من الموت هذا. قال لي راه مات، يعني واش شافها فاش ضربها الطير ولا الله اعلم. الاسبيجون ديالنا الهيرمان كوستر حمام هذه المسافه، الامور الحمد لله راه ممتازه. هانتوما اخوتي السجينه ديالنا الحمد لله راه يعني قدرنا نكملوها. فهنا هنا راه كاينه سبوتنيك، هادي غير كنشوف ليها شي يعني شي بروغرام. هانتوما كما كتشوفوا راه حاولت نجيبها قد الكونستاتور الى كتاب ان شاء الله في شي كونستاتور، وغادي تولي الدخيله هنا. وتا هادي ما يعني ما عريضاش باش الحمامه غير تحط طيط ونبداو حتى حنا طيط زطيري طيط. والله يسخر الخوت كاملين. ايوا الولاع راكم عارفين الولاع والنشاط، حنا كتعجبنا نبدعوا في هاد الحويجات ديال هاد الحمام هادو، هي متعة ديالنا راكم عارفين. الواحد دابا هانتوما دابا طلعت في هاد العشيه صافي، يعني داكشي اللي داز النهار كامل وكتنساه وكتبدا عاوتاني نهار جديد وغادي. وهادي هي الولاع، وهادشي علاش زوينه يعني الهوايه وكزوينه كتفرغ فيها ديك الطاقه السلبيه. دابا ندخلوا للمعقول. المهم اخوتي راه مازال غادي نصوبوا وقفات، غير يعني يتكيسوا عندنا الاخوان، راه كلشي غادي نصوبوا غير دقه دقه ان شاء الله، وكلشي غادي يتقاد. وحتى هاد العدد ديال هاد الحمام في هاد السجنه راه شي شويه كثير. انا ما كرهتش يعني تكون هنا غير واحد 18 حمامه حتى 20 حمامه كاع، داكشي حدو قدو زويون ومتيول. وهاد نتمنوا الخير لجميع الخوت. المهم الحميمات الصباح راه الحمد لله عطيناهم يشربوا. ثاني حاجه عندي جوج حمامات فيهم بحال هذا، في بحال اللي باغا تضربوا ديك هذا راه كان مريض الا عقلتوا عليه شحال هذه، راه كنت وريته لكم. المهم الناس اللي متبعين اللي متبعيني مزيان وما تيزقلوش الفيديو ما تيزقلو فيه والو، هذا راه هو اللي كان في هذه السجنه راه كان مريض، كان تيجي ديك يعني كيحل فمو هادي. المهم كاين هذا وكاين ولد زبيده، ها هو تا هو ها هو تفلي محروق. المهم ما كنبغيش شويه ندير دوك الحركات السريعه باش الحمام ما يتخلعش، ما عليناش. هاد الحمامات هادو مقيوسين بالكوريزه، زائد الوقيته فاش كنت كنعزل الحميمات ديالي باش انني نديرهم في هاد السجنه، فاكتشفت بان شي حميمات عندي دوك بالاخص اللي فيهم الريش ابيض، اللي عندهم داك الريش ابيض ففيهم اخوتي ديك القصبه اللي تتكون في الجناح، واخا درت لهم اورو هادي يعني شي حميمات فيهم ديك القصبه هذيك، وحلا المهم ديك القصبه ديال الجناح ديك الحشره اللي تتكون في الجناح اللي تتقب الجناح وهادي. وهذا يعني التقيب ديال الجناح راه حتى هو من عوامل ديال تحقيق النتيجه، يعني الا كانت الحمامه الجناح ديالها مطقوب وهادي فراه ما كتعطيش واحد الروند مو مزيان. المهم راه شريت انا واحد اللعيبات اللي غادي نحاول نستعملهم. كنت شفت هاد التقطيره راه كتباع عند يعني عند البيطاري، تقطيره شتها في واحد الجروب ديال الاخوان تنتبادلوا به يعني كنتبادلوا المعرفه ديالنا وهادي، وكنعطيو معلومات وحتى الاخوان تيفيدونا بمعلومات. فلقيت ديك القميله حطها واحد الاخ الله يرحم ليه الوالدين خويا مصطفى اكدي، قال بانها مزيانه ممتازه راه شريتها الحمد لله. ايوا نتمنوا الخير. وزائد شريت لهم الدواء ديال الجهاز التنفسي، ها هو بخيخيش. وشنو بخيخيش؟ وهانيه وكلشي مزيان، مالي الدار اش تعاود هو هذاك. هانيه مالنا مالنا، اي اي عاود 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 نسمع ناري ناري ناري. ودابا وكما شفتوا دابا انا في جالس في هذه السجنه هذه ومرتاح، وجالس يعني مرتاح تنعاود لكم وكذا، والامور راه غاديه مزيانه هنا باش غير نوصل لخولي. بالله السجنه ديالك الا حاولتي انت ترتاح فيها فراه تبارك الله الحمام ديالك غادي يكون فيها مرتاح. يعني ماشي خاصي تصاوبها زوينه ولا ما كرهناش تكون زوينه، ولكن تكون بعدا صحيه، يعني صحيه راه خاصي تقاتل معها تصاوبها. ايوا نتمنوا الخير. كما قلت لكم اخوتي دابا غادي نعطيهم الجهاز التنفسي. بالنسبه للتقطيره غادي نحاول حتى الغدا، لحقاش اليوم راه حاولت نعطيهم يعني عطيتهم يدوشوا مع الصباح راه عطيتهم يدوشوا. غادي نحاول دابا العشيه نعطيهم الجهاز التنفسي، ندوزو لهم واحد تقريبا واحد الخمس ايام على ما يولفوا لينا هاد السجينه، وعلى ما عاوتاني يعني الصح انني نقاد المسائل ديالي. راكم عارفين راه تنطلع حتى العشيه الخوت، هادشي اللي كاين. الحميمات تبارك الله راه الحمد لله الامور مزيانه، غير هما فاش كانوا في السجنه الاخرى لهيها راه كانت يعني الحمام تقاس ليا شويه بال يعني ماشي كاع الحمام كامل غير واحد. المهم كيبان الحمام عنده مشكل في الجهاز التنفسي، وكاين واحد العلامات اللي كيدلوا على ان الحمام مقيوس ليه الجهاز التنفسي، ما تتكون الحراره شويه تيولي العجاج ما كتفهم حتى حاجه. المهم دابا ان شاء الله هاد السجينه الحمد لله راه تتبان لنا الامور ممتازه.
فتا الحمام الا عطيتو الدواء وتجاوب معاه والامور مشات مزيانه راه ما عندي حتى مشكل في السجنه، ولكن الا عطيت الحمام ديالي الدواء وباقي المشكل راه هنا خوتي تيكون عندك شي حاجه بسيطه، شي بلاصه كتدخل البرد، شي حاجه يعني السجنه كتسخن، شي بحال هذا الشكل هذا. ايوا نتمنوا الخير للخوت كاملين، وهذا الفيديو غير باش ما نغبروش على خوتنا، وراه مازال ان شاء الله جايين فيديوهات، حيت دابا حاليا غادي نولي نخدم على الطيران ديال الحمام، وغادي نوريكم التقنيات اللي هادشي راه شرحناه وشرحوا الاستاذ ديالنا الحاج روقي، ولكن مع اخوكم الشلاح الملالي ما كاين غير الغطيس، غير الغطيس، راه الواحد راه خاص يغطاس شويه في هاد الولاعه، بحال مثلا يعني هضرنا مثلا على الميتيونين، هضرنا على الارجينين، وهادشي راه دوا عليه الاستاذ ديالنا الحاج روقي، العناصر النزيره بزاف ديال الحوايج، هادشي ماشي خاص، راه هادشي راه تيكون في الماكله. غير نتا كمولوع يعني مثلا بغيت محتاج واحد الحاجه فنقدر نشري مثلا واحد المكمل ونقرا داك المكمل ونعرف اشنو كاين في دوك المكونات ديال داك المكمل ونعرف كيفاش نخدمهم. هذا الشيء اللي كنطمحوا ليه اننا نوصلوا الفكره للاخوان. اما الا كنتي كتعطي ميلونج فيه البقوليات والبذور والحبوب فهذاك الميلونج راه غادي يكون فيه كل شيء الا الفيتامين بي 12، هذيك البي 12 اخويا ما عرفنا كيفاش نديروا لها. ايوا نتمنوا الخير مع الحميمات، لحقاش غير باش مثلا نهضروا على حاجه راه كاينين بزاف ديال الحوايج يعني كيكملوها، كاين ناس كيهضروا لك يعني بتجربه شخصيه، بالنسبه للحاج الروبي يعني كيهضر لك داكشي اللي كتحتاج هاد الحمامه، هاد الحمامه عندي انا وعندك انت وعند هذاك وعند هادشي اللي كيحتاج هاد الحمام، يعني غير انت كتحاول تكون ذكي وتعرف كيفاش يعني تتصرف معاه. ايوا نتمنوا الخير، الشريف الوزاني واقيلا هذا اللي تيدور عليا، ايوا ماشي مشكل، الا كان فيه الخير راه غادي يرجع، ما فيهش الخير راه ما عندنا ما نديرو، هو راه الحمد لله راه مشى ورجع شي ثلاثه د المرات، ودابا راه ما عرفنا شنو يوقع. نتمنوا الخير الخوت، دابا حاليا نمشيو نشوفوا ديك الطيره ونشوفوا المسائل اللي تقدينا للحميمات. المهم هادو هما المنتوجات ديالنا اخوتي، هذا راه تيداوي الجهاز التنفسي، يعني تمشي عند البيطاري تقول لي اعطيني دواء ديال الجهاز التنفسي راه غادي يعطيك، وانت فاش كتبقى تجرب مع الحمام داك الدوايات راه هما كتشوف واش كيعطيو الاكل ولا لا. انا هاد الدواء اخوتي كنعطيه للحمام تيتداوى، كاينه فرامودوكسي حتى هي كنديرها للحالات الخاصه، يعني اذا كانت شي حاله حرجه كدير لها ربع حبه المده ديال واحد 3 ايام، راه غير يومين ربع حبه تتولي الحمامه بخير. هذا مهم خاص يعني غادي نعطيه في الجهاز التنفسي، زائد هو راه فيه فيتامينات، يعني فيه بعض الفيتامينات بحال دي 3 4 سي بي 2 وبي 12، يعني وفيه حتى البروتين، فيه بعض داك حمض الفوليك، حمض الفوليك، المهم ما عليناش. تقريبا قالت لي معلقه كبيره الدريه اللي كاينه عند البيطاري، قالت لي في معلقه كبيره في 5 لتر ديال الماء، حنا عارفين العبار ديالو. المهم هذه الاخرى عاوتاني ديال لي بارازيت، هذه اخوتي هي ديال لي بارازيت، ها هي السميه ديالها، نتمنى الخوت يشوفوها، هي يقدروا يستعملوها، انا دابا يلاه غادي نستعملها، المهم غير الاخوان هذه يلاه اول مره غادي نستعملها، ولكن ما غاديش نستعملها اليوم، غادي نحاول حتى غدا ان شاء الله. الدراري راه عندنا باس اللي ما كاينش، المهم غادي نحاول نستعملها غدا ان شاء الله. الوقيته فاش غادي نبغي نستعملها راه غادي نبارطاجي مع الخوت باش يشوفوا الحاله ديال الحمام، ومن مورا عاوتاني فاش استعملناها كي ولات الامور. المهم هادو هما الحويجات اللي قدرت يعني ناخذ الحميمات اللي هما انا محتاج ليهم، هادو واحد الحويجات اللي انا محتاج ليهم انا خديتهم. نتمنوا الخير للخوت كاملين، دابا الحميمات غادي نعطيهم ياكلوا وغادي نعطيهم هاد الدواء هذا تقريبا الحمام كامل. ها هما الحميمات اللي بقاو في هاد السجنه هادي، المهم راه كاين الحمام الكبير تقريبا، هادو كاملين حمامات كبارات، كاين واحد الزغلول ها هو وكاين واحد الزغلول الاخر، هما هادو شويه الصحه ديالهم ضعيفه راكم عارفين، نتمنوا الخير. هادو غادي نخليهم حتى ياكلوا مزيان عاد غادي نعطيهم الماء يشربوا ونديروا فيه الدواء. هادو تا هما الاناث البيض راه غير نزل راه يلاه يجي داوي الخير نعطيهم تا هما راه غادي ياكلوا مزيان. كيفاش كتعطي الدواء؟ حاول تعطيه ديما في العشيه، وكل الحمام تاعك ياكل مزيان عاد اجي وعطيه الدواء راه غادي يشرب، راه ما تبوش ليه ما غاديش يشرب. المهم كنخدموا مع الحمام والله يسخر. يلا دخل 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 دخل. مره الخوت يعني الحميمه تحاول كيف العاده اشنو بخيخيش بخيخيش ما كاينش بخيخيش والله الا رجوله بالله اشنو تيقر. نحاولوا نعطيهم يقسيو
الله يسخر الخوت كاملين. يلا وليدات يلا. يلا زيد 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 يلا زيد 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 يلا وليدات خل 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 راه من مورا ما يبقاوش يتخلعوا خوتي في هاد الحال هكا دابا حيت كان يعني كيخافوني لا نشدهم عاوتاني ونديهم شي سجنه اخرى داكشي باش الحمام شي شويه رد معايا الباب ولكن ان شاء الله يعني مع المده وهادي ما كيما كتشوفوا هاد السجينه راني واقف هانتوما راه واقف هانتوما بحال هنا راه دابا واقف هكا هانتوما كيما كتشوفوا راه السجينه راه اللهم بارك دابا راه ولات مرتاحه ليهم والله العظيم الا ولات مرتاحه حتى ليا انا الحميمه كيقصيو مع راساتهم ولا داكشي واحد المنظر زوين كما كتشوفوا كيزربوا على كلشي كيخليو الشعير والقمح نتمنوا الخير لجميع الخوت المهم ما عليناش غادي نخليو الحميمات ديالنا ياكلوا داكشي اللي يعني اللي كلاو خلاو شي حبات ديال الشعير فما كنزيدوهمش الماكله الا كلاو كلشي فهنا كنزيدوهم الماكله كما كتشوفوا هما راه بغاو بحال بغاو يشربوا ماشي مشكل المهم نخليهم ياكلوا مزيان عاد نعطيوهم الدواء ديالنا هذا ما كان اخوتي الله يسخر الخوت كاملين في الولاعه ديالهم بغات تمشي تشربها هي شي لا سالي يصبروا يصبروا غادي تشربوا كاملين عارف مين ما تيقصيو امور راه بخير خاصني القريت اخوتي راه سالي ليا خاصني نزل لبني مدال باش نجيبو الطريقه ديالي كيفاش كنعطي للحمام الكريت يعني يوميا كنزيد لهم معلقه ديال الكريت في الماكله صافي وكياكلوا وكتمشي الامور مزيانه مره اللي كنديرهم لهم في دوك المجوارات بحال دابا فاش غادي نجيب لهم الكريت غادي نحاول نديرو لهم في المجوارات حتى ياكلوه مزيان يعني يتقهموا منه ومن موراها راه كنبقى ندير لهم معلقه في الماكله زائد البودروج كندير البودروج السيك هكاك السيك في الماكله كندير بودروج وكندير الكريت وتبارك الله راه الامور ممتازه الحمام كتحس به يعني واخد داكشي اللي كيحتاج زائد الميلونج يعني الميلونج فيه بقوليات والبذور والحبوب وهادشي ديال البقوليات والبذور والحبوب راه خاصي الواحد يعني انا راه فيت شرحت هادشي هذا ماشي مره ماشي جوج يعني الواحد خاصو غير يفهم وصافي هذا مثلا باش تولي تعرف هاد الماكلة علاش وهاد الماكلة يعني هاد الماكلة علاش خفيفة وهاد الماكلة علاش ثقيلة كي راه بقيتي تمشي هانتوما كيما كتشوفو الماكلة طحنوها إلا بقيتي كتعطي الماكلة بزاف للحمام ديالك فغادي يوقعو ليك مشاكل غنصاوبو للحميمات الدواء ديالهم اخوتي هادي راه فيها هاد العيبة هادي مزيانة كاينين المعلقات كاينة صغيرة كاملة وكاينة اللي كبر منها شوية وكاينه المتوسطه وكاينه ديك الكبيره كاع المهم هاد المعلقه الصغيره كاع تيقولوا ليها ديال يعني الكيسان ديال القهوه اللي كيخرجوا بهم القهوه فغادي نحاولوا نديروا قيمت يعني كافي تيقول لك زعما معلقه مرازيه ندير هاد العبار هو اللي كندير انا في تقريبا في لتر ديال الماء دابا هنا راه كل سجنه راه غادي نعمر ليها يعني لتر ديالها بوحدها الدواء ضروري اخوتي غادي نتحرك مزيان وهاد العمليه هي اللي غادي ندير الحمام كامل المهم راه خلطنا غير تل هنا باش نخلطوهم مزيان دابا راه يعني نعطيو الحميمات يشربوا فهنا درت هاد الشرابة الصغيرة باش نحاول نقتصد يعني إلا درت الشرابة الكبيرة غادي يخليو لي هداك الماء هادي فهنا غادي الحميمات حيت هذا اللون ديالو بحال داك الكوكسي تريكو المهم نتمناو أنهم يشربوا لينا نحاولو نعطيهم هاد أي خلط 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 يلا زيد 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 هانتوما كيما كتشوفو الحميمات تبارك الله شاربو وليداتي شاربو هادوك اللي بغيتو هما يشربو فينا هما
بحال شويه خايفين مني فهمتي، يعني كيرد معايا الحمام البارد ماشي مشكل. المهم هاد الماء هذا هو اللي غادي يشربوه الحميمات كاملين، هو هاد الدواء هذا ديال الجهاز التنفسي. حنا غادي نستعملوه خدم لينا داكشي اللي بغينا، ما خدمش لينا راه ما عندنا ما نديرو، هذا اللي كاين. وبالنسبه للتقطيره ان شاء الله راه غير نديرها للحميمات دابا، حيت الحمام شويه عندي كاين شويه ديال الستريس، انا ما كنحاول نخليهم على خاطرهم. غدا ان شاء الله ولا بعد غدا راه غادي نحاولوا نديروا لهم ديك التقطيره باش يكونوا ناضيين ويدخلوا في البداله مزيان، تمشي الامور ممتازه. دخل 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 دخل، يلا زيد 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 زيد. صراحة القوطة السجينة يعني صحية بامتياز. انا سير اوليدي سير، احنا صدقنا عمرنا اليوم هاد البيدو هذا حتى بدا نعمر يطرو يطرو بزاف. تقريبا درنا اليوم هنا واحد 4 يطرو. المهم هادو غادي نعطيهم يشربو. دخل 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 دخل، يلا زي 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 زي. دخل 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 دخل، يلا زيد 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 زيد. علاش ما يعجبش كل مو ما يجي يشربوا ان شاء الله. يلا وليداتي يلا، ديما الحمام مولف بالماء الماء عادي، داكشي باش يعني قليل فين كندخل لهم شي حاجه. ونتمنوا الخير للخوت كاملين. الكوبرو خوتي بغات تطفى ليا، اطفات ليا الكوبرو الخوت، المهم ما عليناش. الحميمات راه حطينا لهم ديك الشرابه الصغيره، فبحال كيما زعموش عليها شي وحدين، عطيناهم الشرابه ديالهم. ها هي الوكاله راه باقي فيها شي حبيبات، ها هما كما كتشوفوا. نتمنوا الخير لجميع الخوت، الله يسخر الخوت كاملين. ودابا غادي نعطي الحميمات تقريبا واحد 3 ايام، يعني الصباح غادي ياخذوا غير الماء عادي حتى حتى العشيه، وغادي نعطيهم الدواء هكا كيفاش كنعطي انا الدواء، وكنشوف الحمام يعني الحاله ديالو كيفاش بقات. نتمنوا الخير لجميع الخوت، والله يسخر لكم في الولاعه ديالكم. ها الحميمات ديالنا الحمد لله الامور راه ممتازه، عندنا كما قلنا غير ديك القميله وهادي، وكل واحد مازال ما المهم ماشي مشكل فيها خير.